لان هذا الوحيد البارح كاين باعو يطلب مره. النقشو هذا. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كيف بقيتوا؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ يا ربي اللي شاهدنا يحقق له جميع الامنيات ديالو ويعطيه ربي شي خير اللي ما كاش في راسو. تحيه للمغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، كيف نتوما الحبايب؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم لينا، والله العظيم الا غادي نقول لكم احسن متتبعين عندنا، وحنا دائما معكم بالصدق والطاقه الايجابيه والحماس. ياك سلمى؟ اييه. ما نساوش جاب جيمو ولا تخميمو مع الفيديو طويل ديال سلمى عاودو. طوب ما كاينش، ما كاينش ستوب، ما كاينش ستوب، صافي. المهم اليوم غادي يكون واحد الفيديو متنوع للزراعه الشرقي. حنا دابا عندنا الشرقي نايت. المهم واحد الفيديو غادي يكون واعر، خليكم مع الفيديو وغتبعوا المرحله مرحله وغتشوفوا لنا شنو غادي نعمل بعض الروايض. عرفتوا شنو غنعمل بعض الروايض؟ تبعوا معنا الفيديو حتى للاخر، ما تنساوش اللايك وبارطاجيو القناه. يا اللي كان لا جات على خاطركم طبعا. يلا هذه الحرط، هذه هذه الحرط، زيد قربها زيد، اجي زيد يلا اجي. المهم نقطع هذا الرويضة هذه، هذيك ما كتشوفوا بها الطريقة هذه، هذا من رويضة الطوموبيلات، رويضة الطوموبيلات هذو ما مابقاتش، مابقاوش صالحين للاستعمال. حنا في الجبل ما عندناش شي حاجة اللي كهدرت منها، هدرت منها شي حاجة ما كنبقاش نستعمل، كنعملوها فيها شي حاجة أخرى. هذه الأوروبي واحد الحاجة خاص يستعملوها صافي، عكس لينا حنايا. هادي بزاف واعدو على قطع بهالطريقه هذه، وعندو المرطره نجيبو ان شاء الله التراب، تراب الغبار. تبع معنا حتى الاخر. المهم حنا ما غاديش نقول لكم شنو هي غنعملو فيها، فهمتي؟ نتوما تكتشفوا معنا. المهم الفيديو غادي يكمل لكم ان شاء الله يا ربي. دابا كنفرع من هنا باش ما يركبش الماء من الفوق، كي يخرجوا من هنا. دابا هاد التراب هذا عبا نكبوها في ديك الرواية معمرو، هذا التراب فيها الغبار. دابا نخدمو هذا البليصة على البصل، هاهما ديك البصل اجي زيد عندي، هاهما جاب عند الوحيد البارح كينباعو، كنقطع لهم هذا الفوقي وهذه شوية مني هنايا من هذا العروق باش نغرسوها. هذا ما مزيانين بزاف للشلاضة. الجلبانة هي تبارك الله، شوف فكرة، شوف الجلبانة العام عندنا حنا صدركم ربطها الأمريكا حطينا الجلبان ديالي يمشي للعالم. هذا اللي باقي لي فوق نلقي فيها البطاطا. ايه خاص، ايه خاص. صافي خرمت هانتوما كاز قرشتي، قطعت لهم شويه ديال العروق من تحت، ايوا دابا غنبداو نقيو الطوطا انا وزوجي الغالي وحنا كملنا. بلاتي يا سلمى. ها ها انتي داغية ما تقولز عليها انا يدي خفافين، قلت يا لي خفيف. واش بزاف حنا نعطيوها لنا هذا الطبق ديال الوالد. الله يرحمه. الله يرحم الوالد هذا مسكين. الله يرحمه مسكين. بقيت بعدا باقي لما غطا. لا هاي ياه باش يقيو الراس، لقيتو قرابين عاود كيقيو شي ديك الراس. شده كنت تمشي للزين، تا يا راجل مسكين زماني غلبك في الحين، عرفتي شي اسد فاني. الاول كان الاول كان معقول، تا رجعت القفه. ياك يا سلمى؟ ايه
شي تشرق طيفازات هيني شي صورة لينا شي ديالنا هاديك ها لا هما كاينين شي بويا معرمين بويا ماشي يا واحد بويا الحق ديالها خويا صافي صافي تاكل الرقبه ديالها صافي ان شاء الله بحول الله صافي ان شاء الله بحول الله تيطم قولي طمر اخدا هي حنا نقولوا تمر زعما بزاف الناس في المدينه ما كيقولوش باش نقول لك واحد الهضره والانسان ما يكون بخلي يخلص الصايه تعرف كنت هذا الصايه خليها لك فراسها خليها لك شحال ديال الناس يموتوا تشوفوا في المدينه وكيقولوا لهم طمرونا هنا في الجبل وكيجيبوها يدفنوها احنا كملنا كملنا كملت هذا ما قينا تبارك الله كي لقيتها شي طلبت من المغار شبار الطبق حال يخص النقاش ها النقشو هذا النقشة جلبنا عاود نغفل عليها الارض شويه سبحان الله نغفل عليها الارض الحزب يا غدا تبدلات زول لها اربع انا نقص بالفاس بزاف الناس يقولوا لي اصلا شي نقص الناس دا عارفوا في الفلاحه نقول لك ساكن قاضم قاضم الشغل ديال المعكازين عاود لا شنو المعكازين عاود مشينا لما قصناهاش لعبه فوالا ارخف لي الارض وها ماشي نقاشي هي مضايقه ماشي ثلاثه دواليها سي قطع بالمقيقاص ماشي صرت مزيان هذا صفار هاك وراكي شبا اراي صفار هيا هادي اللي هي طيبه راسها لويزه خاصها قبل الصبال ها هما ديك البراوطه اللي جبنا عمرناها من هنايا دابا فين ديك القصبار والمعدنوس فين هما صافي راه كاين امر هذا الدار ايوا انت هذيك قول لك با فيلومه فين هما ياه ايوا عندك الراجل ديال الدار ها شوف بعد من الحيط مين جي يرضيك الحيط نجبار كيفاش دابا يصبغوا يزيانو يصبغوا يصبغوا جيب واحد الشتي طبعا طبيعة بيتي شي ضروري شي طابع شي طابع تلقى عندنا السلوفان تلقيتو لم علاه اش داير نغطيها تنفس هاشي بس كلام لا تزعل خليها هاشي تعيش ها لا سلامة ماريا نرى ريا ماريا جات من المدرسة ماريا عرض علي
هذوك؟ كرافس هذا ما قيل. كرافس هذا. كرافس ما يطلعوا شي بزاف. عاد ما لقيناها. لا بيطلعوا لها. هذا هذا المعدن سواقيلة. دابا يكبروا ونشوفوا. والله لا البيبان عامرين. هاد الغدا دابا يكبروا وتشوفوا. زيزي شوية. صايبة قصنا هالخاص. خاص انوريك حي حي تشوش من طيب حي لقد تبقى صديره علاش جميع تيشي الجاجة في الصباح وبش بلم الجاجة بذاك لم تيطلع شوية وصافي هو دابا يدخل معانا أصلا ما بقي تحت الأرض وراه ويبي هلا رد الزبير ساعات خصها الزبارة هذه لا زبير تاع الأرض شيبي رمص هاي تبقى واحد الطريقه بالهذا باش ما يتعرضش الى العرق باش تزيد تدفع نزيد هذايا شو عمر غادي هباني شو كيفاه هذا الخاص او نعنع بيتها ابي شي هنا كاينا ابي شي هنا كاينا خويا يبقى تما خمسة عندي لو ولدتش أنا ولدت شو؟ لا خمسة كاف الصباح ما هذوك شو خصك حي دملة جيب تحت طحنة زرع وقيام فيها ايش ميك دام الكلاب الكلاب هذا من البيضات دابت بدوش شو دابا هذا من اللون قضية لا صفرة وحضي احنا قينا الاتراب بعد عالي وما ينجب راه تبدلت هاي رجعوا خضر لان غطينا لها هذه ديال العرق العرق ديال يعني. السمرة السمرة الصفار السمرة هي اصلا خالقة تقاوم السمرة بحالنا حنا هي لا دي لاخ لاخ السمرة وحنا اصبح تفتف فيك بو تفتف هذا النبات ايوا كل واحد وربي كيفاش ثاني اكسيد الكربون في النهار يطلقنا الأكسجين، كانت تشرب منه. قريت أنايا في علوم الزراعة. هذا الكار، شنو هذا؟ شوف معاك. بارك الله قدش. الشهر قاعد في المصطلح. رمتي. تش 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 هادي حتى حتى نمشي ترا سميت على نمشي للعرق ديالهم هادي عمرنا ديك الروايض راهو ما كما تشوفوا عطينا باش ميجيب شي تجي تجازات باش مريم جيبوا الكراسي ان شاء الله نشارك معكم عوض الغداء ديالنا البسيط المتواضع كتجوزنا النهار وتالغدا نشاركو معكم حنا نتغداو باش ما نغبروش بزاف ايه يا ها عندنا السلطه سلمي نزلت بخور ها يعطيكم الصحه نتمنى لك الصحه الحبيبه ويا الوالده بدايه كفايه اهلا لباس لباس
قل تحية المشاهدين. تحية المشاهدين تبجيمو لايك وكومنتين. شو حصلتها؟ هذا كل السكر. سكيكر. قلت السكر. السكر بالليمون. من الحامض. هيك قولوا لليمون المشاهدين. شو عاد رحتي عندها شو؟